المغربية حاليا مازال موجودين الرواد ديال الأغنية المغربية اللي خذوا المشعل من الثمانينات إلى يومنا هذا، مازال حاضرين. هانتوما كتشوفوا حاضر معنا الأستاذ والمبدع السي محمود الإدريسي، يعني مفخرة للمغاربة كذلك. أنا راني حاضر بعد 35 سنة مازال حاضر ومستمر في الميدان الفني، فهذا دليل على أن الأغنية المغربية مازال بخير، رغم أن هذا الشباب اللي تعطوا لهذه الأغنية كاين صوات جميلة، كاين أغاني جميلة، وكاين البعض اللي ذو المستوى. فنتمنى هذوك اللي ذو المستوى أنهم يحسنوا المواضيع اللي كتغنى ويركزوا على الإيقاعات المغربية، ما يبقاوش يجيبوا لنا إيقاعات من الخارج ويقول لك مغربية، فهذه تكون ديما الأغنية المغربية في القمة إن شاء الله. الأغنية اللي قريبة هي الأغنية اللي ظهرت رشيد برياح للوجود في 1983، أغنية أمينة بسلامة والكرم شعلية. الأغنية كذلك اللي غنيتها المنتخب الوطني في 86، إيه هو مبروك علينا، هذه البداية ومازال. وعندي الكثير والكثير من الأغاني الحمد لله إلى يومنا هذا. عندي آخر أغنية سجلتها مناسبة شهر رمضان، عندي مزين الصلاة على النبي سيدنا محمد في قلبي حلات، سعدت من حافظ على صلاته في جميع الوقات. عندي أغنية هديتها للمديرية العامة للأمن الوطني ديال نحيو رجال الأمن كلهم أبطال. وعندي تروا سينجل إن شاء الله غادي يخرجوا بعد رمضان، بيرمون راي إن شاء الله. كنبارك لجميع المغاربة وجميع المسلمين، وكنقول لهم شهر مبارك سعيد إن شاء الله يعم على الأمة الإسلامية وعلى المغاربة بالخير والنجاح والاستقرار. الأمن والاستقرار هو أهم حاجة في هذا الوقت اللي راه كنعيشه. حاليا كيفكروني ب 86 لما تأهلنا للمونديال، ونتمنى إن شاء الله يديروا حالة في روسيا. وراني موجد لهم واحد المفاجأة، أغنية جديدة إن شاء الله اللي غادي نعلن عليها قريبا، بحال هي هم بروك علينا، هدية مني للمنتخب الوطني إن شاء الله. كنقول لجميع المحبين رشيد برياح أن رشيد برياح مازال كما كتعرفوه، بالنسبة للريبرتوار ديالو الأغاني ديالو رجيكم بالجديد إن شاء الله. انتظروه في هذا شهر رمضان أغنية دينية، وكذلك بعد شهر رمضان تروا سينجل فيهم وحدة جديدة سينجل جديد، وجوج أغاني اللي كنت درتهم دي سيكسي في الثمانينات عودت لهم بتوزيع جديد، وباش هاد الجيل اللي ما كيعرفش رشيد برياح غادي يولي يعرف الاغاني ديالو اللي تغنوا في الثمانينات وكانوا داروا دي سيكسي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.